شو بدنا نعمل اليوم؟ اليوم رح نقارن بين شغلتين. أول شي رح نقول مرحبا. أهلا كيفك؟ مرحبا كيفكم؟ مرحبا أميغوز كيفكم؟ اليوم رح نقارن بين شغلتين. مين المنافسين؟ مين المنافسين؟ من شام ستون كلاسيك برج ستون. هو مشهور بلبنان، المهم فتح من فترة عنا بشام ستون بجنين تشرين بأقل من سنة، بس منافسنا الثاني اللي هو درم رول برجر الكندي. بعد مقهى الكمال، مقهى الكمال الصيفي بس صح عند خلص كلكم المفروض تعرفوا فور سيزون على صف الفور سيزون فلافل معرض. المهم كمال حابين اليوم نقارن بين الشغلتين كثير بعاد عن بعض. برجر برجر هي حق 500 ليرة وهي حق 3500 ليرة بين 3500 بين 7 برجرات من هون 3500 وحده من هون صح ولعبه من هون تمام اوكي. اول شيء هذا الشيء كثير حلو الباكجينج دافعين 1000 على البرجر 1000 على الباكجينج و 500 جوا في منيو عم يعطوك منيو دائما هو تبع بيروت كثير طيب ان شاء الله يكون بنفس طيابه تبع بيروت. تارارا ما وصلنا تعال شو وي بروميس تو اولويز. المهم حبابين كثير وعم يعدونا بشغلات الله يفضيع في هدايا ظرف كاتشوب محرمة ملح هذا اللي بيت خلص قاري ما اعرف اذا رح يبين دول شيء لسه في باتي شو طلبنا باربيكيو بيكن بصل هي من مطعم الكندي اوكي مطعم الكندي هلا هو الكندي شيء كثير قديم بالشام ومعروف كثير عالم بتعرفه هو محل كثير صغير بيعمل برجر مع بيض شغلات هيك هذا الشيء طلبناه من بي اوردر هذا الشيء انا رحت اخذت طلبي ب 50 ثانية وحياة الله طلبت من الكاش قال لي 500 ليرة دفعت له انا ومبتسم طلع من الكاش راح فقص بيضة طلع برجر ضبهم هيك حط شغلات وبطاطا فبساوي فيها بطاطا فيها بطاطا فيها بطاطا كلاسيك برجر وين بيكن؟ ما في بيكن ما بعرف ليش حاطين حبش بدل بيكن في خس بس ما في بيكن وين بيكن؟ حاطين بدل حبش بيكن ما بعرف ليش مرحبا نحن مثل كلاسيك برجر لبنان تعبت يا شباب كلاسيك برجر اذا شفت هذا الفيديو ناقصنا بيكن الكندي برجر برجر مع بيض انا رح بلش بالكندي بس صراحه الكندي كبرجر مو جربي الكندي كمان بيعمل شيء بيتزا صغيره هيك طيبه حق يقال طيبه بيتزا ورخيصه 600 ليره حقها ها البيتزا مثلا وهي فيها لحمه فيها بيض بتحبك ماما اوكي كثير خبز بالنشويات هي مع بيض 500 بيتزا بلا بيض برخص اكثر من هيك مفروض نايس يا في شيء غلط يا هو كثير حباب ورحماني يا هو مو 3500 هي كثير غالية كمان هلا مو سيئة ولا لا حشي بطل ما في شيء مميز بس انه خلص حابب تشبع انت شب حابب تشبع طالع بعد لعبة شدة من مقهى الكمال او من ام كلثوم فيك تاكل البرجر هي البرجر الثاني هلا حنجربها اللحمة كثير هيك شكلها اي تماما طيب كثير بس مو 3500 ما لها كثير جوسي بس والله وين البيكن هلا هي بتفرق عن هاي انه هي فيها باربيكيو صوص بس لا فيها 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 بيكن استوى احنا كثير عظيم تبزا كثير طيبه يعني نحن عم نكمل هاي لانه هاي نكمل بعدين بس من جوا ساشيمي بول ما تكونوا حبيتوا الفيديو اللي عملناه اليوم يس لا اغلى برجر بالشام وارخص برجر بالشام ما بنعرف اذا يعني فعليا هي ارخص واغلى برجر بس يعني هذا على حد علمنا كثير طيبه كثير طيبه بس صغيره غير مشبعه يعني صارت يعني كثير غاليه صعب فكره هي قلنا عليها انه هي لتشبع وطعمتها طبيعيه اذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لايك كومنت فولو انستغرام تاج لرفقاتكم اي دوري اي شيء واذا شيء ما حبيتوه عملناه ما حبيتوه قولوا لنا كمان عليهم مشان شغلات الدام تكون احلى اكيد اوكي نشوفكم الاسبوع الجاي دايما وسلام باي باي